سلام البنات، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ شتي تعاودوا؟ يا رب تكونوا بخير. اليوم بغيت نقدم لكم واحد الكاطو اللي ساهل ماهل وما فيهش سكر بزاف. هنايا عندنا جوج بنانات اللي طايبين، عندنا 80 غرام ديال الزبده ديال الكاكاوات. ما تقدروا ديروا الزبده العاديه لما بغيتوا زبده الكاكاوات. عندي هنايا 3 ديال المعالق ديال كبار ديال العسل. عندي جوج بيضات، 125 غرام ديال الشوفان اللي حمرته وطحنته، طحنته مزيان باش يولي كيدقيق. هنايا عندي خميره ديال 10 غرام، وعندي هنايا ساشيه ديال الفاني، و50 غرام ديال السكر. نتوما الا بغيتو ما ديروش العسل مثلا، ديروا 100 غرام ديال السكر، يعني زيدوا ضعفوا الكميه ديال السكر. انا حيت البنان فيه السكر يعني مسكر، داكشي باش درت قللت من السكر. المهم ندوزو دابا للطحن. المهم البنات، دابا غادي نديرو البنان اللي غادي نعجنوه بالفرشيطة، نعجنوه مزيان، نديروه كي العجينة، ومن بعد غادي نوريكم كيفاش نديرو. غنديروه هاكوتي، يعني غنخليوه في الثلاجة حتى من بعد. يعني الا بغيتو ما يكحلش ليكم ديرو ليه شويه ديال الحامض، غات قطرات ديال الحامض، وخليوه في الثلاجة حتى نديروه من بعد في الكاطو، لانه هو ما غيدير حتى الاخر. وبقاو معايا، خليكم حتى لتتمه الفيديو باش نوريكم كيفاش غادي نديروا لهاد الكيكه زوينه. المهم دابا البنات غادي نديروا البيض مع السكر ومع السكر فاني، وغادي نضربهم بالضرب الكهربائي، و حتى يندمج السكر مع البيض. وخليكم معايا. هنا زينا درنا العسل، الزبدة هنايا درناها ديال الكاكاوات. الا بغيتو نتوما ديروا الزبدة العادية ديروها، المهم تجي صحية بالزبدة الكاكاوات، تجي زوينة، جربوها وردوا عليا الخبر. هنا غادي نديروا الخميره، غادي نغربل الخميره ديال الحلوه. هاد الخميره هادي تلقاها في اوشون بالنسبه للبنات اللي ساكنين هنايا. المهم انا تتعجبني هادي في الحلوه احسن، لانها شويه صحيه. المهم دابا غادي نغربلها، وغادي ندير نخلط الشوفان مع الخميره ونديرهم في الخليط. هنا من الاحسن البنات ما تخلطوش بالضرب الكهربائي، لان علاش الطحين تيطير مع الطحين ديال الشوفان. المهم داكشي باش حيدته ودرت بالضرب ديال اليدين احسن. هنا البنات غنديروا البنان اللي خليته في الثلاجة، لان هو الاخر تيدار.
البلاد دابا غادي نديروها في هاد الليمون اللي خديته من ليدل بالنسبه للناس اللي ساكنين هنايا في اوروبا. هاد الليمون هذا شويه محفر من الداخل، ما ديروش لا ميم فوت اللي درت، حيت انا دهنته بالزبده وبالطحين ولكن لصقات ليا مع الكيكه، غادي تشوفوها من بعد. الا نتوما عندكم سبراي فيه الزيت ولا الزبده من الاحسن انكم ديروها في السبراي حسن، اولا دهنوها المهم انا من الاحسن السبراي. هنايا سخنت الفران على 180 درجه وغادي تخليوها في الفران 20 حتى 25 دقيقه، وخليكم معايا انا نديروا لها واحد الكلاصه زويون. خليكم معايا. المقادير ديال الكلاصاج عندنا 75 غرام ديال الكريم فريش، القشطه الطريه الكامله السائله، الا ما عندكمش الغرام ديروا 750 مليلتر. عندنا 75 غرام ديال الشوكولات ديال الحليب ماشي الشوكولات الاسود، عندنا 15 غرام ديال السكر و50 غرام ديال الزبده. بالنسبه للسكر انا ما درتش بزاف لان الشوكولات بالحليب تيكون مسكر، داكشي علاش ما درتش بزاف. وخليكم معايا حبيبات ديالي غنديروا الكلاصاج ديالنا. درت هنايا كاسرونه صغيره فوق البوطه على حراره متوسطه، غنديروا فيها الكريم والسكر وغادي نخليوه شويه يسخن، غير يلا يبدا يسخن يعني يبدا يسميتو، غادي نزيدو عليه الشوكولات. خلينا الكريم اللي بدا يسخن غنديروا عليه الشوكولات. داب لينا الشوكولات غادي نزيدو عليه الزبدة. الكلاصاج هنايا جا زويون، عرفتي تقدري تشوفي تا راسك فيه كي المرايا. البنات هادي هي الكيكة ديالنا، هي كي خرجات هذاك البيض اللي فوق اللي فوق الكيكه، هذاك راه غير الطحين والزبده اللي لصقوا ليا في الكيكه، حيت كما قلت لكم راه كانت فيها الحفاري بزاف، من الاحسن ديروا سبراي ديال الزبده ولا ديال الزيت. هنا دايره عليها الكلاصاج، انت دابا تنشوفها البنات راه عرفتي غادي نمشي نديرها عاوتاني لانني كليتها انا دابا ملي تندير المونتاج يعني راه صافي تكلات، مي غنمشي عاوتاني نديرها. المهم هنايا بغيتو تزوقوا كما بغيتو، انا درت فوق منها اللوز مهرمش، نتوما زوقوا على ذوقكم، تقدروا ديروا فوق منها الكوك، تقدروا ديروا فوق منها اللي بغيتوا. المهم راه جات غزاله ولذيذه وبغيتكم تجربوها البنات وتردوا عليا الخبر. الكيكه ديالنا كيفاش جات ملي خرجتها من الثلاجه والكلاصاج يعني شد فيها. المهم غنوريها لكم دابا كيفاش جات من الداخل، عرفتي رجعت رطبه وزوينه يعني، والبنان تيجي مع الشوكولات، غجربوها وردوا عليا الخبر. المهم تنقول لكم بالصحه والراحه وتهلاو في راسكم، وما تنساوش الاشتراك في القناه واللايك.